وكلت المحكمة الكبرى في 25/1/59 برئاسة الحاكم إبراهيم شهاب وعضوية كل من الحاكمين السيد عبد الكريم محمد وسليم أحمد القاطع المأذونين بالقضاء باسم الشعب، وأصدر القرار الآتي: أولا، الحكم على المجرمين عزيز أحمد الملقب عزاوي وحسن قاسم بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات وفق المادة 261 من قانون العقوبات البغدادي. ثانيا، الحكم على المجرم علي محمود بالحبس الشديد لمدة 7 سنوات وفق المادة 261 من قانون العقوبات البغدادي. أصدر القرار بالاتفاق وأفخم علنا. جنت بيه ليه هذا؟ ما حدا جزارك. ايه تعرف ليش؟ وانت ايش تعرف غير الاكل والنوم؟ وقعت منها شغل مريحة؟ مدادي شو وقت راح يجي الغدا؟ مو بطني قامت تقرا ليالي من شقة بطنك ان شاء الله، نريد تاكل. هاك الزخمة ده. هي وحسين سولف. شو سولف داد أحمد؟ وآني آني بيدي جنيت على نفسي وحطمت شبابي وحياتي. الله كريم أبو حسين، تبعدك شاب بعد مدة إن شاء الله تطلع وتصلح كل أخطاء، تبدي حياة جديدة. حياة جديدة وبأي سلاح راح أواجهها؟ أي عمل تقدر تشتغل به وتعيش من وراه مهما كان نوعه؟ صحيح ماك أحسن من العمل، لكن يا ريت يا ريت تعلمت هذا الدرس من زمان. شاناني هسه إنسان آخر، إنسان لقيمته بالمجتمع. تصور حتى أصدقائي تخلوا عني، أصدقاء الطفولة. ان شاء الله احنا نسونا ناجحين ان شاء الله. حسان حسان تجوني انا؟ وين رابط؟ نشط نسبح واليوم الدنيا حارة والسبح كلش حلو. ونسيت المعلم ايش قال لك؟ اوه يا ابو ايش راح نسوي لنا؟ زين والواجب هم راح تكذب لك اليوم؟ يا معود هم ندبر لنا عذور. وهاي انتم قالوا لنا شكل؟ يا معود امشي دول يدعكم براسنا. علي انصحك تهتم بدروسك. اللعب والشاط ترى ما يفيدك. هذا طير يا معود. امشي يا حسان دول ما يفيد الحكي وياهم. انت شوف باكر شلون يتندمون. اي والله نتندم.
لان ابويا ما قعدني بالمدرسه. والله يا ام علي احسد كل من يقرا ويكتب. الله كريم ابو علي البراوي باشر يصير معلم وعلمك. كم عودة هذا ولا عقدك يطلع من هالصف؟ لا ان شاء الله هالسنه ناجح واول عصف. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليش تتقطنت؟ تبكتك وتتغدى ويان. صار والف صار. علاوي شلونك من ورا هالايام؟ كل جو على كيفك؟ ايش صار عندك؟ ابني علي دير بالك على دروسك ترى هاي اخر سنه واذا سبب يفطوك من المدرسه. هاي ابوي على داحتي يابا مو دا اسمع ودا اكل. جواز ابني صار عندك ايدو كل على كيفك. يا ابا مواليد اقرا وعندي دروس مهمه. عفية ابني اشوفك هالسنه تبير وجهنا. يا ابا اريد 100 فلس اشتري دفتر و200 ورقه. والبارحه انطيته؟ يعني قابل كل يوم اخلص دفتر؟ يا ابا مواليد دروسي هوايه ولو تدري جي عندي كتابه ما كلمتني. عفية ابني اكتب. امر الله قوم قوم خذ رجليها من السفره دادا شو صار يا وياك؟ هاي وين؟ إيه يا ابو مو دار اشتري الدفتر واروح اقرا يا حسن وعزاز. ام علي ما حد راح يرتب العلاوي غير هذول حسن وعزاوي النهار كله لو بالشارع لو بالشام. الشكل الى الابو
لا وين واجبك؟ والله استاذ مكتبت. ليش مكتبت؟ كان راسي وجعني مكتبت. هاي ما طلعت فيها يوم راسه يوم رجله. ابني تم بدروسك وجوز من هذا السؤال. A nice girl. والله عاد هو هذا دفتر العربي؟ لا عفو استاذ توهمت أبغى دفتر العربي. طيب مرة ثانية لا توهم مفهوم؟ ايش استاذ تفضل. انت وين واجبك؟ استاذ احكي كم عمك مات؟ لو قالك النوبة. لا والله استاذ عمي مات. عجيب امر عمك هذا كم مرة يموت بالسنة؟ استاذ المرة ما تنفذ. الله يرحمه. بلا كلام. والله يا عم. واحد رجلة توجعة. واحد راسه يوجعة. واحد مات عمه. ياي شون عذا. ولد. أوصيكم أن تتركوا اللعب والتسكع بالشوارع والطرقات. وأن تهتمون بدروسكم. حتى تقدرون تعيشون بالمستقبل عيشة محترمة. وإحنا بحاجة ماسة إلى شباب واعي مثقف حتى نقدر نوقف بالصفوف الأولى أمام شعوب العالم. لا تنسون ولدي المدرسة هي النور والأمل بالحياة السعيدة. موضوعنا القادم لدرس الإنشاء راح يكون بعنوان صفات الإنسان الصالح. أما الآن أريد واحد يلخص الموضوع. منو؟ لا أنت بلي أنسى؟ نعم إنسان؟ إيه؟ إيه دي هنا؟ إيه؟ هو البشر؟ هو البشر؟ أغال! تفضل بن حسان. هذا الإنسان الصالح هو اللي يقوم بتأدية واجبه تجاه المجتمع بصورة صحيحة. صح. فيحترم الكبير ويعطف على الصغير ويساعد المحتاج والفقير. شكراً حسان. الدرس القادم إن شاء الله تكونون محضرين هذا الموضوع وأوصيكم بالمطالعة لأن الامتحانات العامة على الأبواب. شكرا. يلا محمود. شبيك ما طلبك درهم؟ جيب باك الربا. تطلب ربا فلوسي شو طالب؟ علي باك فلوسي صلاح عزم الكتب. علي لك انت ما تستحق تاخذ من الريتيم اللي انت لازم تساعده وانت يا مركز اسكت انت. جيب علي قطي. جيب نبع حرامي مو امشي اوفهم دول ما يستحون شمال دارس. اشكرك مليك. اهلين وسهلين. يا اهلا ويا مرحبا ابو علي. اهلا وسهلا. يا اهلا ويا مرحبا. تعال ابني هات كرسي. اشكرك. الله بالخير غاسي. يا ابو علي تشرب؟ والله ما اقدر تشرب. ما يصير. زين جبت شاي. تعال ابني قاسم وصلنا 3-4 عاش من شغل أبو علي. بس شنو موقف؟ والله بحسان اليوم استغلنا نص نهار قلنا هاي فرصة ونشوفكم فيها.
هيا ابو حسان، عمر بني ادم يخلص والشغل ما يخلص. احلى يا وسهلا بيك على قد ما مجد. والله انا مشترك هواية. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا ويا مرحبا بحسان. جيب لك كرسي وقت. شلونك عمو علي؟ عنك يا ابني. الله يسلمك. الله يحفظك. أبشرني. شلونكم هالسنة بالمدرسة؟ والله عمي كل زينين. وإن شاء الله ناجحين. إن شاء الله. أقول ابني. امتحانك مش وقتك. والله هذا رأس الشهر. الله كريم. عم حسان. اشو علي مو وياك؟ والله عمي راح ويا اصدقاء. ويا اصدقاء. ابو حسان انا اترخص. بعد وقت؟ لا والله شوي عندي شغل. ابو علي تعال يا اخوك. اخاف ما كان شيء. هاي بخدمة. ايش ما تقول؟ اشكرك ابو حسان. بس مريت اشوفك في امان. في امان الله. الله وياك. ودي اوصيكم ان تعتمدون على انفسكم لا تغشون، وتذكروا قول الرسول الاعظم من غشنا ليس منا. استاذ اسمح لي ادخن؟ تفضل معكم انا. شكرا. استاذ على كم سؤال نجاوب؟ ابني مكتوب عندك مبارك في الاسئله. ريف المساحة. شلون تقوم الامتحان بدون مساحة؟ استاذ نسيتها. تفضل. علي. علي. سؤال اول ما تعرفه؟ لا بدون كلام. استاذ انا شوي مي. المهسة دخلت. الدقيقة ويجيك المي. تعالي وياك. يلا ولدي حلوا اسئلتكم فدا الوقت على وشك الانتهاء.
يا ابو ناجح صحيح تعالينا سعيد بارك الله فيك الف مبروك عبد الله كل خير ابو الاحسان وعلي الصلاه والله عني مع الاسف اسمه ما موجود بالجريده ما موجود مع كل الاسف النهار كله الشمس حتى وفر للعيشه والكتب تعجيبك هاي النتيجه ابو علي ختم الله كريم الله كريم في امان الله ما الوقت لا والله ما عليك شو وراي هسه في امان الله مسكين ابو علي يا رب ليش هالشكل انا اتعب حتى ربي يصير براسه خير انقطع الوقت كل سنة دي ناجح وفرحان بنجاحه الله يخلي الأب علي واسف 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 الله يرحمه كان لي اكثر من اخ أتمنى يشوفني إنسان آخر إنسان له قيمته بالمجتمع وحتى أقدر أساعده على العيشة لكن مع الأسف مات محروم لأن ما قد يوم جيت وفرحت بنجاحي كل شيء ما حققت من أحلام اكتئبت باللعب والمسائل وكبرت وصرت رجال ليش بدلت حياتي لا وليت على عادي يوم من الايام يوم شريك يوم أريد لدن أمير شلون؟ دا أقول لك أريد لدن أمير أنت ما تفهميني عندي بين شغل يا أبو ما تقول إني أنا أجيب لك أنت متخجل من نفسك أنا المرض كبيرة أشتغل وأتعب وأنت تجعل حاضر ها بدل ما تقول لي يوم أقعدي وأنا أشتغل شريك هذا كبر هو وقت الشغل قابل تجي يدور عليك وانت قاعد بزيت اوه انت اشطولتي تجيب عاد اروح انا مستعجل ومين يجيب لك
ما تروح جماعتك عزاوي وحسن وهم ينطوك. تنطيني لا ترى عندنا وين ضامتهم. أمر لله. تفضل عيني علاوي. أنا ممنونة. وما وصيك عد للصبح. Thank you. Good night. كنت ناوي هالنوبة شنو؟ وحسين اشرب من ابو باكر ولهول وطرب اشربوا في صحتكم. اشرب ما طول اكو افكار وخطط ناجحه اشربوا. سادتي الافاضل والان نقدم لكم الفنانة المبدعة وراقصة الجيل هدى في أجمل رقصاتها الشرقية. Thank you.
اذكرك يا حبوب. ايش تشربي؟ ويسكي طبعا. تعال جورج، تعال عمي، جيب واحد ويسكي. عمرك عمي. ايه؟ كم شهر؟ ما طولك افكار وخطط ناجحة وماشية. ماشي. اقول شو بتسمك ورجاء عمي. أشكرك ياسم. ممنون، بالعافية. ابن إحسان؟ نعم يا أبي. تجمع الحساب حج علوان أبو ظبي في بغداد؟ لا والله أبي، ما أقدر. ما أنا كنت الكلية. من أرجع؟ بعدين نسوي حساب. يا بنت رخص. مع السلامة. في مالا. الله وياك. أستاذ حصان، الغراض كملن نوديهن؟ اي اذا كملن ودوهن. زين صار. في مالا. مبروك هنا. على وش مبروك؟ انا كلمت والدي ووافق على زواجنا، وبعد التخرج ان شاء الله نعيش اسعد زوجين على وجه الارض ان شاء الله. بس انا لا تنسين، اذا تم زواجنا لاكم مرافعات ولا مناقشات ولا قوانين، البيت وبس. صار بس على هالشرط انا امارس مهنتي وياك بالمكتب، واترك المرافعات والمناقشات الي، طبعا باستثناء المرافعات والمناقشات البيتيه. وافقت المحكمة على لا تكون تلك المرافعات والمناقشات قوية وصحية. هدى، انت حياتي واملي ومستقبلي وسعادتي كلها. كذاب، هذا مو من كل قلبك. من كل قلبي وعقلي وشعوري. يواش يواش، لا تاخذني حافل فاصل. يا هدى، انا احبك ومستعد اضحي حياتي من اجلك. كذاب، هذا القفل اللي انت مفيده تقراه. بس الك وعدك، انت هدى تشعرين بشعوري لو اكون انا. احلفي هدى تحبيني. احلف بحبني. بس شنو هدى؟ قولي لضمين علي، انا مستعد لكل شيء. خايفه قولي تفشلني. مو بالحيف افشلك وروحي قدامك، بس اؤمن. اجار الشقه بعد يومين ينتهي ولازم نطلع مع ست اشهر. اي وش قال؟120 دينار وين ما عندي ولا فلس. 120 دينار؟ شفت؟ ما قلت لك تفشلني؟ لا ابدا ما فشلت، روحي قدامك.
اخواتي. اهلا اهلا مبشرين الوليد. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا الله. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. شلونك؟ اهلا بيك. ابو خالد الشاي تاجي بحسين. لازم البارحة صارت كانت حلوة وخاصة لي الحبيب. ايش فيكم قابل قدر مراك ماكو شي يا معول؟ ماكو شي وانت سارح بغير عالم؟ لحكي عاد طولتها خذات مدوني 120 دينار واني ما عندي هالمبلغ واني احاول لازم بس 120 دينار بس وهاي لعمتك وخذ 200. انت صدق تحكي؟ حالي صدق ونو مثل ما يقول لك شر عندنا فايدة جديدة اليوم راح نندور على فد بيت مو اقل من 800 دينار نحطه. لكن لا لكن انا مدبر كل شيء واعرف البيت شبر شبر البيت وابو البيت. يعني انتو متأكدين من نجاح الخطة؟ طبعا ما طرق افكار وخطط ناجحة تنجح. قوموا بحسين قوم روح نام قبل ما تنام بيت الناس. وبين يوم وليلة أصبحت حرامي. حرامي حرامي؟ وبعدين مش حق خطتكم؟ لا لزمتنا الشرطة ودخلت السجن وتبرى مني كل معارفي لأن حرامي. حرامي الغداء. الغداء حسنا الغداء. إن شاء الله إن شاء الله للجميع. تفضل تفضل أخي. يا اهلا بكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. الاخ جعفر موجود راح هو يغني لو انا اغني. انت خليك احتياط ودورك من تنتهي الحفله ارجوك اني ناجح بدرجه جيد جدا. تمام راتي بس مو بالموسيقى. زين خل دورني. تفضل يا ايه. استاذ جعفر اريد من عندك اغنية. والله ما تسمعش احسان من حمره ما ادري عشان اغاتي هذا العود. اخواني الاخ جعفر راح يعزف لنا مقطوعه موسيقيه من مؤلفه. Thank you.
غنينا للحب الوفا بالصفا نواصيك غنينا للحب الوفا بالصفا نواصيك يا شارع الأخلاق يا شارع الأخلاق أيام من عمر الهوى ويا السعادة والأمل أيام من عمر الهوى ويا السعادة والأمل قلبين عشناها سوا غنينا بشواق وغزل قلبين عشناها سوا غنينا بشواق وغزل غنينا ليه حب الوفا برقى الحنان وعطيك غنينا ليه حب الوفا برقى الحنان وعطيك يا شارع الأحلام يا شارع الأحلام يا شارع الحب والأمان غنينا للحب الوفا بالصفحان وعطيك غنينا للحب الوفا بالصفحان وعطيك يا شارع الأخلاق يا شارع الأخلاق أجمل ليالي مطمرة وإحنا قضينا النار أجمل ليالي مطمرة وإحنا قضينا النار نسمتنا وانا العاطرة ترعى الهوى فراق نسمتنا وانا العاطرة ترعى الهوى أجمل ليالي ليالي أشكركم لحضوركم هذه الحفلة حفلة تخرجكم تخرج ابني إحسان وبهذه المناسبة أعلن خطوبة ابني إحسان على كريمة أخي السيد عباس أشكرك عمي شكرا الخير
بطائرة الخطوط الجوية العراقية إلى بيروت التوجه إلى الطائرة وشكرا.
علي 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 ايه عليك؟ تبو علي بن محمود؟ اي نعم عمي بعدنان والله ما عرفتك شلونك شلون كيف؟ والله يعني من سمعت وفاة الوالدة وايد تأثرت في بقية حياتك. اشكرك عمي عزت حياتك. ايه الله يرحمها راحت الدار حقها. قولي انت قاعد ولا تشتغل؟ لا والله عمي بعدني قاعد لا ادور على شغل. تعرف السوق؟ بلي عمي اعرف غيرهم شو جاي. شوف حسن هذا علي ويا بعدنان هذا هو اعتمد عليك. هسه تشوف عمي شلون ادار السياره واعتبرها سيارتي والايام هي اللي تكشف لك. تريح يا بخوي شاي. امشي ابني امشي تركهم. بلي بلي انا اعرفهم كل زين هذول هم الحط مع حد. روح للبيت ارتاح وباكر ان شاء الله من الصبح في مالا في مالا باكر من الصبح زين.
تاكسي. كلش حلوه يا اخي. من هناكم ويانا يا عمي. واحنا شنو يمكن كان عكرنا الجو عليكم وانت ما هو احسان. وين عمي؟ ليموك. ايه ابني احسان. شلوكت ان شاء الله راح تباشر بالمكتب. والله عمي نرتاح كم يوم للسفر وباشر. هذا الصوت مو غريب عليه. لكن وين؟ هذا يبين محامي. وهذه الليل اللي يشرطها. ابدا. لازم اعرف. صوته مو غريب عليه. لبالي بي. العفو عمي. تصبح إنسان محترم لكن أنا الله كريم علي مستقبلك قدامك داد أحسان يا مستقبل أنا حياتي انتهت سامحوني أتمنى لكم السعادة علي